قرابة 600 سنة مرت منذ أن رفع عيسى عليه السلام عن الأرض ولم يبعث نبي، وأخذ الناس يبدلون أحكام السماء، وحلت محلها أوحال الأرض شيئا فشيئا، حتى مكة التي تمسكت بالتوحيد زمنا طويلا أدخل إليها عمرو بن لحي الأصنام. سكان الأرض عاشوا عالما من الدين، في الأديان تركوا عبادة الإله الواحد إلى عبادة أحجار وأصنام وكواكب وأوهام. في الأوطان ثارات جاهلية وحروب بلا قضية، وفارس والروم والهند والسند يأمرون تحت وطأة قضائية. في الإنسان حيرة في المبدأ والمصير، وأد بنات ومقارفة منكرات، أجساد أحياء وأرواح أموات. في الحديث القدسي قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.